انت مش عايز تفهم الصفقه دي ولا انا معانا التليفون، انت طلبته واعتقد عنده تفاصيل فنيه مهمه. حمدي ابو رادو، كابتن حمدي ابو رادو، نجم النادي الاهلي السابق وعضو اللجنه الفنيه المتابعه للاعبين وصاحب الدور، انت قلت لي كان متابع بشكل جيد. انا عايز اشكره، هو الكابتن ناجي خليل وكابتن علاء ميهوب حقيقي. يعني كابتن حمدي اهلا بيك. اهلا بيك يا ابراهيم. اهلا بيك يا كابتن. باشمهندس عدلي، قول لي الراجل باك رايت، يعني شكل اداء حمدي ابو رادو بقى؟ لا يعني هو افضل من حمدي ابو رادو بكتير ان شاء الله. لا لا، ربنا يوفق ان شاء الله. كابتن قول لي ايه مواصفاته. المهندس عدلي قال ان انت تابعته على مدى واسع وعندك راي واضح فيه. هو طبعا زي الباشمهندس عدلي ما قال، اتكلم ان احنا لينا مواصفات ولينا بوزيشن معين بنهتم بيه وبندور عليه وبنشوفه وبنتابع على اساس ان احنا ننتقي لاعب النادي الاهلي غير اي نادي تاني. تمام. نلاقي مواصفات معينه، وخاصه ركزنا على السن الصغير. السن الصغير يقدر يخدم النادي على المدى الطويل. تمام. وضلتنا كابتن علاء ميهوب، طبعا توجيهات الكابتن علاء ميهوب رئيس اللجنه دايما بيكلفنا انا وكابتن ناجي وكابتن هشام، وتابعنا هشام حنفي. هشام حنفي كابتن وبنتابع يعني تابعنا لعيبه كتير. انما وجدنا طلشنا في محمود اللي هو لاعب كهرباء اسماعيليه الجزار. هو عشان نظبط بس المصطلح، هو لاعب نادي كهرباء الاسماعيليه. لا لا، نادي نادي القناة كهرباء، نادي كهرباء القناة. يبقى يعني نادي القناة، نادي القناة لشركة توزيع الكهرباء، نادي القناة. انتوا بس عشان المكان في الإسماعيلية فبتقولوا كهرباء الإسماعيلية، لكن هو نادي القناة غير نادي القناة. لا، نادي القناة لشركة توزيع الكهرباء. شركة توزيع الكهرباء، ده الاسم اللي تم بيه التعاقد وطلع بيه الشيكات وكده. تمام تمام، اتفضل يا كابتن. فطبعا بعد المتابعه واحنا دلوقتي في وقت ضيق، يعني اخر مرحله كانت موجوده امبارح في المباراه، كانوا بيلعبوا اتحاد الشرطه. و اتفرجت عليه في المباراه. اللعيب اولا يعني مواصفاته البدنيه والجسمانية مناسبة جدا، كون ان هو بيشغل مركز المساك. اول حاجة يعني لفتت النظر فيه، اللاعب عنده شخصية قوية جدا في الملعب، مع ان هو اصغر واحد في الفرقة. مواليد كام يا حمدي؟ مواليد 98. ما كملش 20 سنة اهو. ما كملش 20 سنة. وبيلعب في الدرجة الأولى بقاله سنتين ولاعب أساسي. ما شاء الله. وفوق كده ان هو ليه شخصيه في الملعب. اللاعب بالنسبه للنادي الاهلي صاحب الشخصيه، يبقى عنده، يبقى صاحب قرار، صاحب رؤيه، يقدر يتحكم في اموره داخل الملعب وقراراته داخل الملعب. في نقطه مهمه جدا ممكن تكون حد يغفلها، مع هي دي اهم نقطه موجوده احنا بنبص عليها. ايوه. فزائد طبعا الطول بتاعه، هو بيقولوا لي 194 سنتي. تقريبا كده. ما شاء الله. طويل، وبعدين هو يتميز، عنده سرعه، عنده توقع كويس، التايم بتاعه انه يقطع الكره بدون خطا، ما عندوش تهور في منطقه ال 18، ما عندوش تعالي على الكره. زائد ان الكره بتطلع من بدايه الهجمه، لو هو مسك الهجمه بتبقى يعني هجمه مظبوطه وهجمه متقنه. زائد اللونج باس بتاعه متقن زي البلياردو زي ما بيتقال يعني. فجميع المواصفات دي هي ضربات الراس. يا كابتن حمدي اخبارها ايه؟ هايل طبعا ضربات الراس. هو كمان يتميز بضربات الراس لانها دايما بتعتمد على طول الرقبه وعضلات الرقبه، وهو بيستخدمها كويس، ما بيستخدمش جسمه بس، لان ايه يبقى عنده ايه حته توجيه، حتى لو في يعني يقدر يوجه الكوره يبصيها ما يشتتهاش بالهيد يعني.
هو ده مميز فيه ان هو ما بيلجاش للتشتيت ابدا سواء بالكور العاليه او على الارض. ودي ميزه طبعا قله انك تلاقيها في لعيب انه يبدا اللعب هو يعني. انت متفائل بيه كده ان يبقى لعيب درجه اولى كابتن حمدي الفريق اول؟ متفائل بيه جدا جدا، وهو يقدر يلعب ويلعب اساسي في الفريق الاول، لان هو الولد اولا اخلاقه عاليه جدا ومتواضع وصاحب كلمه وصاحب شخصيه. صاحب الشخصيه دوت حضرتك انت بتاخده وانت مطمن، اللي عنده شخصيه في الملعب وعنده روح وعنده قلب ويقدر يخوض فرقه، لان القياده دي مهمه جدا، وخاصه ان هو بيلعب في مركز طول الوقت ان الفرقتين بيبقوا قدامه، فعنده رؤيه وعنده قرار. يا رب يكون موفق معانا، لانه هيحل مشكله كبيره، لان اقرانه اللي طلعوا السنه اللي فاتت من بدايه الموسم اصبحوا اسعارهم 10 اضعاف المبالغ اللي دفعت فيه. فاعتقد ان احنا لو نجح معانا يبقى حققنا صفقه هايله من ناحيه السعر، من ناحيه السن، من ناحيه البوتنشال او احتماليه النجاح بتاعها. وده الدور المميز للجنه زي لجنتكم. والحقيقه انا كنت حريص اسمع راي كل واحد لوحده، يعني الكابتن ناجي راح اتفرج الاول، وبعدين حمدي ابو راضي، وقبليهم علاء ميهوب، وبعدين الثلاثه مع بعض، بحيث ان احنا الثلاثه اجمعوا كونتوا راي فيه كويس. تمام. هي طبعا انا متفائل بمحمود ومتفائل بمستواه، وان شاء الله ان شاء الله يكون على قد المسؤوليه. لو انا كلمتك الكلام ده كتير دلوقتي النهارده بالذات، يعني قلت له انت في مسؤوليه اتحطيت فيها لازم تكون قدها. النادي الاهلي مش زي اي نادي، النادي الاهلي جماهيره ما بتقبلش بالمستوى اللي بيقل، بتقبل بالمستوى اللي بيزيد. وانت على قد المسؤوليه دي، انا واثق فيك يا محمود، وانت على قد المسؤوليه دي، وانا عن نفسي شخصيا انا متفائل كير بيه جدا جدا ان شاء الله. شكرين يا كابتن حمدي، كتر خيرك، ونشكرك انت ولجنتكم والكابتن علاء على الجهد المبذول.